مشاهدي الكرام في كل مكان، نرحب بكم من جديد بعد الاستماع لعزف النشيدين الوطنيين الروماني وأيضا النشيد الوطني المغربي. نعود مرة أخرى ولهذه المعلمة الرياضية هنا بالمركب الرياضي محمد السادس، حيث يستضيف المنتخب الوطني المغربي خصمه في هذه المواجهة المنتخب الروماني مباراة ودية إعدادية للتصفية المؤهلة للبطولة الإفريقية كأس أمم أفريقيا، وايضا الاستعداد للمشوار اللي نتمنوا كامل التوفيق للمنتخب الوطني لكاس العالم من جديد، كاس العالم كره القدم المصغره او كره القدم داخل القاعه ان صح التعبير. هذه التشكيله الاساسيه ديال المنتخب الوطني المغربي، غادي يدخلوا العناصر الوطنيه بعبد الكريم انبيا، يوسف جواد، سعد كنيه، وايضا سفيان مسرار، دون ان ننسى ادريس الرئيس الفني. باقي الاسماء فهنالك كل من نسيس، شريدو، بقالي، لداد، ايضا دحاني، بوريط، امزال، بومزو، محمد كمال، وايضا ياسين او صالحي ياسين اللي غادي يكون في هذه التشكيله. طاقم تحكيمي تونسي كما هي العاده، ايمن كمون، وايضا عبد الكرم الحنتاتي، هذول الحكام التونسيين، بالاضافه ايضا للمشاركه من جانب الحكم الثالث لورقيق مصطفى من المغرب. بالنسبه للمنتخب الروماني فحضور كل من الاسماء اللي غنشوفوا على الشاشه الان، فهنالك تونيتسا، بيتروتشور، الاسم ديال الحارس مرمى المنتخب الروماني. باقي الاسماء هنالك اروتشو دانييل، مشاركه لفيريرا باولو، اوليفيرا فيليب، وايضا كراتيوم اندري. هذه التشكيله ديال المنتخب الروماني. المنتخب الروماني هناك مستجد في التشكيله لانه شفنا لاعب جديد اللي هو مينا تودار، اللاعب اللي غيدخل لرقعه الميدان بعد لحظات، ربما هو لاعب احتياطي وبالتالي من المرتقب انه يتم الاعتماد عليه في هذه المواجهه. هذا المدرب اللي هو كاسكو اندري، هذا لاعب سابق بمنتخب كرة قدم داخل القاعة برومانيا، وأيضا سنتين كمدرب للمنتخب الروماني، وكان كيدرب سابقا مدرب المنتخب الروماني لأقل من 19 سنة. الجهة المقابلة بطبيعة الحال مدرب ذو خبرة، ذو إمكانيات رائعة محترمة جيدة، وهو الإطار الوطني هشام الدقيق، كامل يعني الاحترام للإطار الوطني المغربي اللي قدم مشوار رائع جدا على المستوى العربي، على المستوى الإفريقي، وأيضا على المستوى العالمي حتى من خلال المباريات الودية الإعدادية للمنتخب الوطني المغربي. فالمشوار ديالو مشوار جيد وناجح، ولكن أكد على أنه مرة أخرى الحضور الجيد جدا لكرة القدم داخل القاعة على المستوى المحافل الدولية. وبالتالي مؤخرا وفي السنوات الماضية بدينا كنشوفوا المونديال على مستوى داخل القاعة أو حتى على مستوى المشاركة الخاصة بالسيدات أو بالذكور، دائما حضور قوية. تعطات الانطلاقة الخاصة بهذه المواجهة، والآن البداية على الصورة مسرار أحد نجوم المنتخب الوطني المغربي اللي هو سفيان مسرار، كيلعب في إطوال لافالوا الفرنسي، ولاعب من اللاعبين اللي عندهم إمكانيات جيدة وممكن أن تبلور بصورة جيدة مع مجموعة من الأسماء الأخرى من المنتخب الوطني المغربي على مستوى رقعة الميدان. نذكر بأنه من خلال التصريح الأخير ديال المدرب هشام الدقيق اللي قال فيه على أنه في المقابلة عنده مجموعة من الأسماء اللي كتدخل دفعة واحدة وأسماء تغادر 4-4، فعنده مجموعه من الخطط التكتيكيه، وبالتالي كلها امور كتبان وكتدار على انه اللاعبين المنتخب واعيين بها وقادر انهم يحققوا نتيجه ايجابيه. كره ممتازه، محاوله من الجهه اليسرى، كاين خطا، يوسف جواد سقط بفعل تدخل كان قوي. يوسف جواد يئن من الالم كما نشاهد الان، هو لاعب اللي انطلق بالكره من الجهه اليسرى بواحد الشكل جيد. كره مغربيه الان مره اخرى، محاوله من جهه مسرار، عمليه ديال المرور، رجعت مره ثانيه، تحضير وامكانيه ديال الاستثمار في اخر المطاف، كيجي التدخل والكره مباشره للتماس، تماس لصالح المنتخب الروماني اللي مني بهزيمه قاسيه
7 اهداف كامله، 7 ديال الاهداف مقابل 2. النتيجه اللي عكست القوه وعكست ايضا الظهور القوي للمنتخب الوطني المغربي على مستوى المنافسه اللي هي المنافسه العالميه. ولاحظوا هنا الثقه في النفس ديال لاعبي المنتخب الوطني المغربي، يعني خاصه اللاعب بن سلا كيفاش انه كيقوم بعمليه ديال المحاوره ديال الكره. اذا كره من جديد لصالح عناصر المنتخب الوطني المغربي، بدايه لبناء عمليه هجوميه من جانب مسرار. مسرار كيحافظ على الكره ديالو، كينطلق كيلعب الكره من الجهه اليمنى. الطريقه ديال بناء العمليه الهجوميه من جانب المنتخب الوطني المغربي، لاحظوا هنا اخر المطاف الى خارج الخط الجانبي للملعب. السيناريو ديال البدايه فيه ضغط من عناصر المنتخب الوطني المغربي، وفيه ايضا البحث عن الحلول بعد دخول اللاعب اللي هو اللاعب سعد كنية اللي كان كيبحث على طريقه للوصول للمرمى وبامكانه ان يحقق ذلك على شكل. المسرار مره اخرى كينطلق تويبا مباشره الى خارج الخط الخلفي للملعب، وحاول من الجهه اليمنى والمسرار عميد الفريق الطريقه ديالو الاسلوب ديالو بناء هكذا عمليه هجوميه والاستعاده، يعني القوه ديالو من الجهه اليمنى ولاعب من الفرق او لاعب من الفرق الكثيره التي تطالب وده على اعتبار الامكانيات ديالو والاسلوب ديالو اللي كيقدم به العديد من المباريات. يوسف جواد هو الاخر من الاسماء المرشحه دائما للتسجيل، سجل في المقابله الماضيه 4 أو 3 ديال الاهداف، بالفعل 3 ديال الاهداف. كره من جديد محاوله لصالح المنتخب الروماني، الكره كتلعب عند غراتسيون اندري لاعب غالاتسي يونايتد. هذه عمليه هجوميه اخر مطاف الى خارج الخط الخلفي للملعب. كره لصالح المنتخب الروماني، على الصوره يظهر الحارس عبد الكريم انبيا. عبد الكريم انبيا فاحنا كنتحدثوا على حارس صقر اكادير بالامكانيات ديالو بالطريقه ديالو على مستوى قياده المنتخب الوطني المغربي. كره مره اخرى عمليه واضحه المخالفه، عمليه جميله وجيده، وكيطالب بالبطاقه لانه يوسف جواد المراوغه ديالو كانت ذكيه، دخول امام اللاعبين وبعد ذلك البحث عن سبيل من اجل التصويب. ضربه خطا، ولاحظوا هنا الاعاده، لاحظوا الاعاده، واضح الخطا والمخالفه الماضيه. سعد كنية، سعد كنية هيئ نفسه باش انه يقوم بتصويبه مباشره صوب المرمى. سعد كنية كينطلق، سعد كنية يصوب ولكن كورته مباشره الى خارج الخط الخلفي للملعب. جوج ديال الدقائق على انطلاقة تفاصيل هذه المقابلة، المقابلة الودية الإعدادية، المقابلة اللي المنتخب الروماني، وكان عندي حديث مع المدرب المنتخب الروماني. نشوفوا الكرة برايد فني حاول انطلق ولكن ضاعت الكرة، الانطلاقة الهجومية من الجهة اليمنى تصويبة بهذا الشكل هذا إلى خارج الخط الخلفي للملعب. قلت بأنه المدرب ديال المنتخب الروماني قال بأنه سعيد أنه يكون في المغرب، أنه يواجه منتخب من المنتخبات الكبيرة، وقال بأنه كرة القدم المغربية تطورت بشكل كبير، وبالتالي الحضور هنا للمغرب ولهذه البنية التحتية الرياضية فهو أمر جيد بالنسبة للمنتخب الروماني المصنف رقم 22 عالميا أمام منتخب مصنف رقم 8 عالميا. بالتالي هذه أمور كي يأخذها بعين الاعتبار، وبالتالي دخلوا بكل عزيمة ولكن ما كانوش نهائيا متفوقين منتخب روماني أمام منتخب الوطني المغربي اللي أعطى القوة ديالو. هذا هو المدرب اللي تحدثت عليه اللي هو كاسكو إنري، كما قلت سنتين وهو يدرب المنتخب الروماني. كرة مرة أخرى لصالح المنتخب الوطني المغربي، شوفونا الانطلاقة الهجومية، المحاولة الآن لبناء العملية الهجومية والبحث عن الحلول. مجموعة من اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي المحترفين ما حاضرينش، ولكن اللاعبين اللي كاينين الان اللي كنشوفوهم على المستوى رقعة الميدان او التشكيل، فاعتقد بانهم قادمين بالواجب والخير دليل ديال المباراة الاولى. كرة امامية، محاولة، فرصة كترجع مرة اخرى مغربية، تحضير، امكانية ديال التصويب من جانب الرئيس الفني، الرئيس الفني يوسف جواد. يوسف جواد كيمرر مسرار، مسرار 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 ممتاز مسرار، شوف المهارة الفردية، عملية ديال المراوغة، كيحافظ على الكرة ديالو، كترجع مرة أخرى من جديد لصالح المنتخب الوطني المغربي لأنه كان هنالك خطأ وخلل على مستوى إيقاف الكرة من جانب اللاعب رقم 20 اللي هو كراسيوم إندري لاعب غالاتسي يونايتد. رجعت الكرة عند مسرار، مسرار كيموه بالجسم ديالو، عملية هجومية تصويبة والحارس، حارس كيتمكن من صد هذه الكره
منتخب وطني مغربي داخل بعزيمة وقوة في مجريات هذا الشوط الأول. ولاحظوا الطريقة التصويبة ديال لاعب المسرار كادت أن تقدم الهدف الأول. إذن محاولة مرة أخرى هنا إدخال ديال لاعب وريط رئيس فني مسرار يوسف جواد يرجع كرة رئيس يعيد نفسه للتصويبة يختار تحضير رجع الكرة ديالو للخلف كرة ليوسف يوسف جواد يحاول يمر يوسف يرجع الكرة ديالو للخلف عملية هجومية بوريت رئيس فني تمريرة للجهة اليسرى في اتجاه بوريت رئيس فني يلعب الكرة ديالو يوسف جواد ينطلق بهذه الكرة اتجاه مسرار. لاحظوا المترابطات الصغيرة للمنتخب الروماني راجع الخلف كرة أمامية مسرار ومسرار كاد أن يضع في المرمى رئيس فني فهم الطريقة والأسلوب اللي غادي به مسرار وضع له الكرة الأمام. لاحظوا هنا قراءة تمريرة ومشات بهذه الشكلة إلى خارج الخط الخلفي للملعب. المنتخب الروماني راجع للخلف واحد الشكل كبير يعني هذا ما كنلاحظوه. كرة أمامية دفاع متقدم يوسف جواد لاعب شباب المحمدية في الوقت اللي كنشوفوا هنا على الصورة لاعب رقم 3 اللي هو إيزالي ريتشارد لاعب أودوري الروماني أحد الأندية الرومانية. هناك تقريبا 3 ديال اللاعبين محترفين. كرة مرة أخرى محاولة مباشرة إلى خارج الخط الجانبي للملعب. كرة إذن لصالح المنتخب الروماني. لاحظوا هنا التمرير وضعت لهم الكرة. السرعة اللي كيتوفروا عليها اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي عملية ديال استخلاص الكرة الماضية جات من جانب يوسف جواد بواحد الشكل سريع وكيحصل على مخالفة. يعني كيوضح لك على أنه المنتخب اللي هو المنتخب الروماني ثقيل بعض الشيء في الصياغة ديال الكرات مقارنة بالطريقة والأسلوب اللي كيلجوا للمنتخب الوطني المغربي. كرة أمامية المنتخب الروماني هذا بحث ما كملتش رجعت من بوريت عند الحارس الحارس كيدخل كيتمكن من الكرة في آخر المطاف. تمرير بهدوء عملية ديال البناء من آخر المطاف إلى خارج الخط الجانبي للملعب. 15 دقيقة اللي مرات تتبقى 15 دقيقة على نهاية تفاصيل الشوط الأول. كرة أمامية بهذا الشكل محاولة بهدوء خط الأمامي أمامية وكاين خطأ كاين خطأ اللي نشوفوا هنا تنفيذ المخالفة. جوج ديال الأخطاء في جعبة ديال المنتخب الروماني اللي قام بها المنتخب الروماني لحد ساعة. كرة ثابتة تصويب المباشر أو التمويه ما هي الخيارات المتاحة بعد دخول اللاعب محمد كمال. شامب كيك ليعود للتباري والتنافس والى الميدان. هدف اول في مباراة اليوم. هدف اول ياتي بشكل جيد وبصورة جيدة من جانب اللاعب محمد كمال. محمد كمال يضع الكرة في المرمى معلنا عن بداية لتسجيل الأهداف في مباراة اليوم. لاحظوا محمد كمال كيف تمكن من وضع الكرة في المرمى. إذن واحدة من الأهداف الجميلة على بعد 14 دقيقة من نهاية الجولة الأولى. محمد كمال يضع الكرة في المرمى بكرة ثابتة تم الاستغلال ديالها بنجاح. تصويبة مباشرة وهدف هدف أول. كان الحديث ديالي على المدرب المنتخب الوطني المغربي اللي كان غاب عن الميادين بعض الشيء على اعتبار الوعكة الصحية
والحمد لله للسلامة ويعود للتنافسية ويعود للتبري. تالي هشام دكيك الرجل الذي أنيطت له مهمة قيادة المنتخب الوطني المغربي داخل القاعة ويؤدي مستويات رائعة وجيدة مع العناصر الشابة التي يزخر بهذا الوطن، العناصر التي أبانت على علو كعبها في المونديال في المنافسة العربية والإفريقية، وحاضرين بقوة مع كل المنتخبات سواء من آسيا سواء من أوروبا أو أمريكا الجنوبية، فدائما الاحتكاك ودائما المباريات والمعسكرات الأمر الإيجابي الذي ينعكس على النتائج التي يحققها هذا المنتخب. ونتمنى له كامل التوفيق في المشوار الأفريقي المقبل على اعتبار الوجهة الأولى هي المنافسة الأفريقية، ثم أيضا الوجهة الثانية هي الواجهة الخاصة بالمونديال. كرة ملعوبة من جانب المنتخب الروماني ضائعة على اعتبار أن هنالك تدخل في وقت مناسب من جانب اللاعب إسماعيل أمزال على الصورة كيلعب في صقر أكادير. طريقة ديال إبعاد الخطورة. كرة للمنتخب الروماني. محاولات تأتي بشكل سريع. على الصورة نصي ديريو كيلعب في فريق ديفا. فريق ديفا من الأندية الرومانية بالإضافة أوديري، وأيضا هنالك فالاديريس سافيو هو أيضا كيلعب في ديفا نفس النادي ديالو. هناك أيضا فريق سي إف سي زابلوك مانيا وأيضا فريق غالاتسي يونايتد. كرة ممتازة، محمد كمال كادان يضع الكرة في المرمى، كادان يضع الكرة في المرمى بواحد الطريقة جيدة رائعة. روغ الحارس قام بالدور المطلوب، محمد كمال كان ذا أن يضع الكرة في المرمى، يعني بواحد الشكل جميل جميل جدا محمد كمال كاد أن يسجل الهدف الثاني في مقابلة اليوم. كرة في تماس لصالح منتخب الروماني، التنفيذ عن طريق فيريرا باولو. هذا يحترف بالبرتغال بنادي بوفوا. كرة مغربية أمزال، لاحظوا بين بومزو أمزال ومحمد كمال مجموعة أخرى. تالي التغييرات اللي كيقوم بها المدرب هي هامة جدا، خلق انسجام ما بين هذه العناصر. أو كاين خطأ، كاين خطأ، كاين خطأ واضح الخطأ. أمزال ساقط على أرضية الميدان، هناك بطاقة صفراء ويتقبلها يعني اللاعب الروماني نظرا لأنه عارف نفسه ارتكب المخالفة. نشوف هنا على الصورة يظهر نيسي ديريوس لاعب نادي ديفا الروماني. كرة ثابتة، كرة ثابتة، البحث عن التصويب المباشر. لاحظوا هنا التنفيذ، تنفيذ هذه الكرة. أمثل تمريرة بومزو تصويبة ولكن ارتطمت بالدفاع. بنية تحتية رياضية رائعة جدا نتابعها يعني من خلال دخول لهذا المركب، مركب محمد السادس لكرة القدم هنا بمدينة سلا. صراحة بنية كتخلينا نشوفوا الملاعب العديدة هنا، أيضا الوحدة الفندقية وأيضا كل ما يجعل تربص إعدادي مهم لأي منتخب عالمي، فصراحة موجود هنا بمدينة سلا. ظن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وفرت أيضا كل سبل من إمكانيات معدات، لذلك نشاهد تألق وتطور ملموس ديال العديد من الفرق وأيضا الفئات العمرية. تالي أشياء جيدة وأشياء رائعة كنشوفوها والنتائج تأتي من خلال عزيمة المنتخب الوطني المغربي في
في كل الاستحقاقات. شوف هنا محاولة ملعوبة على مستوى الخط الأمامي، تمريرة أمامية فرصة، وفي آخر مطاف إلى خارج الخط الخلفي للملعب. واحدة من المحاولات التي تأتي على مستوى الخط الأمامي. كرة أمامية تعود لبوريط، يحافظ على الكرة، تمرير الرئيس دريس فني، بوريط انطلاقة من جانب يوسف جواد، يوسف جواد رجع كرة بوريط، سفيان يحافظ على الكرة ديالو أمامية، إمكانية ديال المرور ولكن هنالك مخالفة، الحكم كيدخل كيقول بأن يوسف جواد ارتكب مخالفة، الوقت اللي كانت عملية على مستوى الخط الأمامي للمنتخب الروماني. لاحظوا الترخل، اعتقد مشى الكره يعني اللاعب يوسف جواد لعب الكره، مشى الكره، بالتالي خطا كان ممكن تجاوزه، ما كانش بالامكان الاعلان يعني، وكان ممكن انه الحكم ما يعلنش على خطا في اللقطه الماضيه انه مشى الكره. على العموم مخالفه لصالح المنتخب الروماني، حدا من الاخطاء خاصه الاخطاء اللي كتكون قريبه بهذا الشكل. هذا هدف ديال المنتخب الوطني المغربي، جاء من نفس المكان من الجهه المقابله. محاوله للتصويب، صويبه كيجي الهدف، منتخب روماني يسجل هدف التعادل. كيف قلت اخطاء يعني، خاصة الكرات اللي كتكون قريبة وثابتة بهذا الشكل هذا كتكون نوعا ما صعبة. إذا المنتخب الروماني يسجل هدف التعادل عن طريق اللاعب رقم 7 اللي هو أروجو دانيال. كرة للمنتخب الوطني المغربي، محاولة وتحضير يوسف جواد، حضر الكرة ديالو، اختار تمريرة أمامية، رئيس فني بعيد عليه الكرة بعد شيء، تونيتا بيتروتشور، محاولة، تحضير، عملية ديال البناء. لاحظوا المنتخب الروماني بدا كيعتمد على التمرير، 11 دقيقة متبقية على نهاية تفاصيل الشوط الأول من عمر هذه المواجهة. نتيجة هدف داخل كل مرمى. يستمر التنافس وتستمر ايضا المواجهه بين الطرفين في غياب الحلول اللي ممكن انها تخلي نشوفوا اهداف، خاصه هذه عمليه هجوميه تالق بالجانب الحارس عبد الكريم من بيا، كره مره اخرى على مستوى خط الدفاع، انطلاقه عن طريق مسرار، مسرار كيلعب الكره مع الرئيس فني، الرئيس فني مسرار، مترابطة صغيرة. لاحظوا الانسجام ما بين العناصر الوطنية، رئيس فني، دريس رئيس فني، دريس رئيس فني يلعب هذه الكرة ديالو، لاعب ديال الشباب المحمدية، يوسف جواد، يوسف جواد حافظ على كورتو، المهارة الفنية ديال يوسف جواد، كيرجع الكرة ديالو الخلف، كيلعبها مع دريس رئيس فني، جا اليمنى سعد كنية، سعد كنية رجع الكرة ديالو الخلف، ضاغطين على المعترك ديال المنتخب الروماني. هذه كرة من مسرار هيئ نفسه صواب ولكن مشات بعيدة بعد شيء إلى خارج الخط الخلفي للملعب، كيتحسر على ضياع الكرة الماضية. واحدة من المحاولات ديال المنتخب الوطني المغربي اللي جات بهذا الشكل هذا. كرة مباشرة عند الحارس بهدوء، مسرار، مسرار كيلعب الكرة ديالو الجهة اليسرى، عملية هجومية مباشرة إلى خارج الخط الجانبي للملعب.
10 ديال الدقائق تقريبا على نهايه الشوط الاول. تعادل بين المنتخبين بهدف داخل كل مرمى سجل المنتخب الوطني المغربي محمد كمال، ثم عادل الكفة أروجو دانيال، تالي تظل النتيجة هدف داخل كل مرمى. كرة ثابتة في تماس تنفذ بهذا الشكل مباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب. لعبات بشكل ذكي. عملية البناء. جهة اليمنى أمثال. أمثال إعادة للبناء العملية الهجومية أمام يوسف جواد. يوسف جواد جهة اليسرى الرئيس فني. ما كملاتش، كانت عملية جيدة. كانت عملية جيدة، لعبها بشكل جيد رئيس فني. كرة مباشرة إلى خارج الخط الجنوبي للملعب بعد تدخل ديال عبد الكريم نبيا. نظرة ديال المدرب كاسكو أندري. مرة ثانية محاولة من جديد إلى خارج الخط الجانبي الملعب. كرة لصالح المنتخب الوطني المغربي داخل القاعة. الوقت يمضي. كرة مرة أخرى. محاولة يوسف جواد. أمثال يوسف جواد. تمريرة في الخط الأمامي. عملية هجومية. حاول مرة أخرى، فرصة جميلة من يوسف جواد. لعبها بطريقة ذكية، كان بإمكانه أنه يوضعها في المرمى. كثافة دفاعية حالة دون ذلك. كرة إلى خارج الخط الخلفي. انطلاقات ديال يوسف جواد من الجهه اليمنى وايضا من الجهه اليسرى شفنا الرئيس ادريس فني اللي حاول هو الاخر انه يلقى الحلول. كره الخط الامامي. اذا جوج ديال الاهداف اللي تسجلوا لحد الساعه جاوا من كره ثابته. تلعب هذه الكرة أمامية، تصويبة مباشرة صوب الحارس. رجعت عند بومزو. لا، هذا الرئيس الفني، الرئيس الفني يوسف جواد. يوسف جواد تغيير كلي لأمزال. أمزال يوسف جواد ضاعت، وكانت لمسة، كانت لمسة على ما يبدو. التمريرة كانت في اتجاه لاعب أنس دحاني لاعب شباب محمدية. رئيس الرئيس الفني يلعب هذه الكرة مع يوسف جواد. يوسف جواد يغير الأمزال. أمزال يحافظ على الكرة ديالو. البحث عن طريق من أجل الوصول للمرمى ديال المنتخب الروماني. أمزال رئيس فني. يوسف جواد لعب مع أمزال. أمزال يرجع لأنس، أنس دحاني. هل من تصويبة مباشرة؟ لاحظوا كيفاش انهم يراودون المنتخب الروماني. مترابطات صغيره جيده. منتخب روماني رجع للخلف كيقوم فقط بالتغطيه. هجمه مرتده مضاده ملعوبه من ادري الوساسي. هذه كره اماميه. ادري الوساسي كان سجل هدف في المباراه الماضيه للمنتخب الروماني امام المنتخب الوطني المغربي.
إذن كرة لصالح المنتخب الوطني المغربي والتنفيذ عن طريق اللاعب يوسف جواد يستعد للتنفيذ. نشاهد هنا هذه المحاولة مباشرة إلى خارج الخط الجانبي للملعب. كرة مغربية أمزال رجع كرة ديالو لدريس رئيس فني. دريس رئيس فني حاول يمر مر أمام جوج ديال اللاعبين. ممتاز ممتاز هي نفسه التصويب. هذه محاولة للتصويب كرة مغربية محاولة مرة أخرى ولكن ما كملتش. أمزال يحاول يلحق بالكرة بالفعل كيتمكن من ذلك. يرجع لدريس رئيس فني. رئيس فني كرة ديالو للجهة اليمنى. أمزال او محاولة جميلة كان بالإمكان وضع في المرمى. يوسف جواد لعب الكرة ديالو مع الاستدارة. قامت لمس الكرة مباشرة كترتطم بالحارس وزاوية سفيان بوريط. عن تغيير المجموعة الثانية تدخل الآن فيها بوريط فيها بومزو محمد كامل وكيبقى لاعب معهم لاعب مسران اللي عنده الكرة الآن. مسران لعب الكرة مع بوريط. بوريط لمحمد كامل. محمد كامل بوريط. بوريط بومزو. بومزو الكرة ديالو لمحمد كامل. العملية الهجومية الآن لاحظوا هنا هذه المجموعة هذه كيف تتفاعل مع هكذا كرة في الخط الأمامي. في الوقت اللي ضعت هنا الكرة هناك دفاع متقدم ديال مسران. رجعت عند بومزو. بومزو يصوب وكرة مباشرة الى خارج خط خلفي للملعب بالمحاذاه من القائم الايمن. تنافسيه مستمره راسيه. رجعت محمد كمال. كمال 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 تصويبه حارس كيتمكن من ايقاف الكره الماضيه. بومزو بومزو مسرار مسرار بوريط. بوريط رجع الكره عند مسرار. مسرار البومزو. بومزو عند محمد كمال. كمال بومزو. لاحظوا الطريقة ديال القيام بالمترابطات الصغيرة. المنتخب الروماني كله راجع للخلف يقوم بالتغطية فقط. كرة في تماس. كرة في تماس. متابعة وإذا مواكبة للعمليات الهجومية التي تأتي على مستوى الخط الأمامي. عميد الفريق مسرار الآن يطلب المساندة بالفعل. كرة أمامية محاولة تصويبة جميلة 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 وصراحة الأسلوب اللي جات من خلاله هذه العملية الهجومية كان جيد. استثمار الكرة كان بالإمكان أن يكون في اللقطة الماضية حركة رائعة وجيدة. 5 دقائق 30 ثانية على نهاية تفاصيل الشوط الأول من عمر هذه المواجهة. هنالك وقت مستقطع سيتدارسه الطرفان معا وسيبحثان عن الحلول لا من جانب المدرب هشام دقيق ولا من جانب ايضا المدرب كاسكو اندري تالي. فاحنا كنشوفوا التنافسيه الكبيره وايضا التباري الكبير الذي ياتي من جانب الطرفين. كرة تلعب هذه المرة رومانيا. انطلاقة من جنوب عناصر ديال المنتخب الروماني. انطلاقة من جديد بهذا الشكل هدوء. خمسة دقائق على نهاية تفاصيل الشوط الأول. النتيجة هدف داخل كل مرمى. محاولة رومانية
رائعة كشفهم. رجعت الكرة عند محمد كمال. مسرار، مسرار يغير حلول، هل تأتي؟ تقريبا نفس التكتيك اللي كان في المباراة الأولى بين طرفين. شوط أول بنسبة مئوية كبيرة، ما كانش أهداف كثيرة. قبل ما يرجع المنتخب الوطني المغربي سجل هدفين، هدفين مقابل هدف واحد. بعد ذلك انطلق الجولة الثانية، وشنا يعني شنا كيفاش أن المنتخب الوطني المغربي تمكن من تسجيل 5 ديال الأهداف كاملة. تالي نهاية المباراة ب 7 ديال الأهداف مقابل هدفين. كرة أمامية مباشرة إلى تماس، تماس لصالح المنتخب، المنتخب الروماني. 4 ديال الدقيقة. يعني الإطار الوطني هشام دقيق دائما في إطار تجريب مجموعة من اللاعبين الشباب، يفسح لهم المجال من أجل خوض غمار تنافسية وتباري مع لاعبين تألقوا في المنافسات الأخيرة، سواء في المونديال، سواء في المنافسة الإفريقية، أو حتى في البطولة العربية. تالي الآن كنشوفوا القراءات ديال المدرب والتطلع ديالو للمنافسة خاصة الإفريقية، لأنه هو أهم استحقاق مقبل. فبهذه العناصر، بعزيمة هذه العناصر، قادر على تحقيق ما هو أفضل وما هو أحسن لكرة القدم الوطنية داخل القاعة. وهذه من الأشياء الإيجابية. يواصل العمل، مباريات ودية إعدادية معسكرات للوقوف على مدى جاهزية مجموعة من اللاعبين. كرة أمامية مغربية، مغربية ضايعة، رجعت رومانية. يلعب المنتخب الروماني الآن بخطة اللاعب الطائر، وخطة اللاعب الطائر هو أن يغادر حارس المرمى صوب الاحتياط، ويدخل اللاعب بقميص حارس مرمى للقيام بالضغط وأيضا للحصول على الغلبة العددية. هدف جميل، هدف جميل، هدف جميل. من السلبيات ديال الخطة ديال اللاعب الطائر هو أن المرمى كتبقى فارغة. بومزو كان قراها بشكل ممتاز، وضع الكرة في المرمى. ولاحظوا، لاحظوا يعني من خط المنتصف كيوضع الكرة في المرمى، لأن الخطة ديال اللاعب الطائر هي خطة ماشي سهلة، وإنما كتكون بمغامرة من المدرب. ولاحظنا، لاحظنا هنا النظرة، النظرة، نعم، النظرة الثاقبة والرؤية الصائبة، تلك تلك ما تم تطبيقه بالفعل هشام دقيق من طرف اللاعب بومزو. جوج ديال الأهداف مقابل هدف واحد، ودقيقتين تقريبا على نهاية تفاصيل الشوط الأول. كرة عند الحارس، هنا المدرب رجع الحارس الأصلي للمرمى ديالو. كرة أمامية، يوسف، يوسف جواد، يوسف جواد، يوسف جواد، آخر المطاف إلى خارج الخط الجانبي، وتماس لصالح المنتخب الوطني. لكن المدرب ديال المنتخب الوطني المغربي كيطلب اللاعبين ديالو باش أنه يقوم بالتايم أوت ويعطي التعليمات. آخر دقيقتين على نهاية الشوط الأول من عمر هذه المواجهة. إذا لحظات اللي كنشوفوا الآن،
وايضا متابعه للمشوار ديال المنافسه. المنتخب الوطني المغربي الجوله الاولى يسير لانهائها بفعاليه. كره مغربيه، عمليه هجوميه من الجهه اليمنى. لاحظوا الاداء، امزال ممتاز كينطلق الجهه اليمنى. عرض العرض اللي كيخدموا المنتخب الوطني المغربي جيد جدا. يعني المترابطه الصغيره ما بين اللاعبين، كاين انسجام، وهذا الانسجام مهم. الخطه ديال اللاعب الطائر هي خطه تحدثنا عليها قبل لحظات وقام بها المدرب ديال المنتخب الروماني. الان هشام تكيك غادي يعطينا خطه ديال اللاعب الطائر، وهذه المره من جانب المنتخب الوطني المغربي. اللاعب اللي حمل القميص الان ديال الحارس هو مسرار. كرة من جانب يوسف جواد، انطلاقة على مستوى الخط الأمامي. لاحظوا هنا المترابطات الصغيرة، عدم التسرع، بهدوء. دقيقة 9 ثواني أقل، المنتخب الروماني راجع للخلف. أمثال مترابطات صغيرة كتجيب هذا الشكل هذا، وفي آخر مطاف إلى خارج الخط الخلفي للملعب. تلعب هذه الكرة رومانية، جاء تغيير في هذه اللحظات، جاء تغيير في هذه اللحظات. دخل الحارس ديال المنتخب الوطني المغربي البيا للمرمى ديالو. هذا الحكم الدولي التونسي أيمن كمون، من الأطر الشابة، وأيضا من الحكام اللي كيقدموا مشوار طيب على المستوى الافريقي والعربي. وحنا نشوف هنا كره اماميه، محاوله، فرصه امكانيه ديال الاستثمار من محمد كمال. تحضير خارج الخط الخلفي للملعب. كرة أمامية، يوسف جواد يستلم، آخر ثواني، آخر ثواني، عملية هجومية. يوسف جواد انطلاقة مرة أخرى تعود لصالح المنتخب. المنتخب الوطني المغربي أمثال لعبة أمامية، آخر مطاف إلى خارج الخط الخلفي. آخر الثواني يزدل الستار، آخر لمسة ستأتي الآن. نفس منوال المباراة السابقة، جوج ديال الأهداف مقابل هدف واحد للشوط الأول. إذن المنتخب الوطني المغربي يتقدم في النتيجة أمام المنتخب الروماني بهدفي محمد كمال وعثمان بومزو، أمام هدف وحيد لأرجو دانيال المنتخب الروماني. مشاهدينا الكرام، نلقاكم مع بداية الشوط الثاني من عمر هذه المقابلة. هذا محمد الدالي يحييكم، إلى اللقاء.
عدنا من جديد مشاهدينا الكرام في كل مكان لنستأنف إياكم التعليق على تفاصيل الشوط الثاني من عمر هذه المقابلة التي تجمع بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الروماني. الجولة الأولى انتهت بجوج ديال الأهداف مقابل هدف واحد. في انتظار انطلاقة الجولة الثانية دائما ترقب لمعرفة كيف ستكون الأجواء الخاصة بالجولة الثانية. هشام دقيق يعطي آخر التعليمات. إذن لحظات غادي ينطلقوا وإياكم مشاهدينا الكرام في الشوط الثاني من عمر هذه المنافسة ونشوفوا الأجواء الخاصة بالتنافس والتباري ديال المنتخبين معين كيف ستكون الأمور بين الطرفين. انتظارات كبيرة وكبيرة جدا. انطلقت الجولة الثانية، انطلق تباري، انطلق تنافس، وأكيد أن هنالك روح جديدة خدم التنافسيه اللي كتجي ما بين المنتخب الروماني والمنتخب الوطني المغربي. هذه الكره ملعوبه مباشره الى خارج الخط الجنوبي للملعب. لاحظوا بانه تنافسيه كبيره وايضا بحث حثيث من لدن كل طرف باش انه يقدم المردود ديالو بالصوره المطلوبه. كره للمنتخب الوطني المغربي عن طريق يوسف جواد كيلعبها مع الرئيس الفني. تغيير بهذا الشكل. مسرار انطلق كرة أمامية مباشرة إلى خارج الخط الجانبي للملعب. واحدة من المحاولات العديدة التي تأتي في مباراة اليوم من جانب المنتخب الوطني المغربي وأيضا اللي كيبحث عن الحلول الهجومية اللي ممكن أنها تجي بشكل سريع. شوفوا هنا الفرصة، كرة مغربية مرة أخرى من جانب سعد كنية. كنية يلعبها مع مسرار، مسرار عامل فريق يرجع كرة كنية، كنية ليوسف جواد، يوسف جواد المسرار، مترابطات صغيرة كيخليو المنتخب الروماني أنه يرجع بهذا الشكل هذا وبهذه الطريقة هذه. كرة أمامية تجاه يوسف جواد ولكن مباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب. حكم كيقول كرة لصالح العناصر الوطنية. إذا تحضير بناء العملية الهجومية من جانب يوسف جواد. انطلقت بهذا الشكل. يوسف جواد يلعب هذه الكرة. رئيس فني ممتازة ممتازة ممتازة. هدف ثالث إدريس رئيس فني. إدريس رئيس فني يسجل الهدف الثالث في هذه الجولة الثانية. كيجي الهدف الثالث في هذه المباراة. الانطلاقة الهجومية لعب الكرة في الزاوية البعيدة وكيتمكن من بالوراء ديالها بواحد الشكل ممتاز. شوفوا هنا المحاولة. إذن محمد كمال، عثمان بومزو، إدريس رئيس فني، ثلاثة ديال الأهداف للمنتخب الوطني المغربي مقابل هدف واحد ديال أروجو دانيال اللي جا من جانب المنتخب الروماني في الشوط الأول. كرة محاولة هجمة بنفس الطريقة ولكن بعيدة بعض الشيء على اللاعب سعد كنية اللي كان كيحاول ما أمكن أنه يوصل الكرة ديالو. ثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد. سعد كنية كان كيبحث على المرور. لاعب ديال فريق شباب المحمدية ينزال بشكل جيد من جانب اللاعب أندري لويس ساسي اللاعب اللي كيلعب نادي شوردام اف كا شوردام بتشيك. هذا محترف يعني خارج رومانيا بالضبط في الدوري التشيكي. كرة أمامية حاول او ممتاز ممتاز يوسف جواد ممتاز. والهدف والهدف ببراعة والهدف ببراعة يوسف جواد يمتع اليوم يضع الكرة في المرمى يعلن عن هدف آخر يعلن عن الهدف الرابع. الطريقة اللي جا بها الهدف لاحظوا مجهود فردي مشى في الجهة اليسرى انطلق مدافع وضع الكرة في المرمى. أربعة ديال الأهداف مقابل هدف واحد
إبداع مستمر الآن من عناصر المنتخب الوطني المغربي. يعني مشينا بنفس النسق ديال المقابلة السابقة، جوج لواحد في الشوط الأول، جوج واحد في الشوط الأول، هي نفسها اللي شفناها في المباراة الماضية كنشوفوها الآن. وأيضا كنشوفوا الآن الاندفاع في الجولة الثانية 4-1، محاولات ديال المنتخب الوطني المغربي. المقابلة الماضية كانت 3-7 ديال الأهداف مقابل هدفين. الآن المنتخب الوطني المغربي يسير في نفس المنوال في خدم التغييرات. هذا هشام بكي، وهذا هو الإطار الوطني. هذا الرجل الذي يقود المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة، رجل بدماثة أخلاق صراحة، يعني من الأطر الوطنية الجيدة المحترمة، تعمل في صمت بهدوء، أيضا رجل بخبرة، محاضر فيفا، وأيضا عنده العديد من الأشياء الإيجابية، وهذه من الأمور اللي كتخلينا أننا نفتخروا به كإطار وطني. كرة أمامية، فرصة كامل الإمكان أنها تكون في المرمى، مسرار غير محدود. عندنا محمد كمال، عثمان بومزو، دريس رايت فني، يوسف جواد، 4 ديال الأهداف ديال هذا اللاعبين هادو اللي تمكنوا من التسجيل في المقابلة ديال اليوم. صويبة إلى خارج الخط الخلفي للملعب. العملية الهجومية هل تأتي الآن من جانب المنتخب الوطني المغربي لإضافة 5 الأهداف؟ المنتخب الروماني يجد نفسه في وضعية صعبة، لا يجد إطلاقا السبيل، والحل في مباراة اليوم أمام منتخب منظم، منتخب يقدم مشوار طيب. كرة أمامية، محاولة بهذا الشكل تعود مرة أخرى لتكون الكرة لصالح المنتخب. المنتخب الروماني الآن ضايعة، رجعت من مسرار، ذكية وجيدة ومهارة وبخبرة وبجرأة هجومية، وهذه من الأشياء الجميلة التي نشاهدها في مباراة اليوم. كرة تعود للمنتخب الوطني، حكم كيقول بأنه غادرت الخط الجانبي للملعب. كيك والمتابعة، المشوار التباري والتنافس، يلعب هذه الكرة منتخب الروماني. تهيئ من الجهة اليسرى، تهيئ بالفعالية، واحدة من المحاولات التي تأتي. إذن نتابعوا التنافس ديال المنتخبين فيما تبقى من عمر هذه المواجهة. 16 دقيقة 32 ثانية ويصدر الستار. المنتخب الوطني المغربي متقدم 4 ديال الأهداف مقابل هدف واحد. لمن يلتحق بنا في هذه اللحظات، هذه مباراة إعدادية ودية، المنتخب الوطني المغربي كيواجه فيها المنتخب الروماني، مباراة ودية ثانية على اعتبار أنه كانت هنالك المباراة الأولى وانتهت ب7 ديال الأهداف مقابل هدفين لصالح المنتخب الوطني المغربي. لاحظوا هنا بناء العملية، محمد كمال، منتخب الروماني بدا كيستسلم، المنتخب الأقوى واللي فارض نديته على المستوى العالمي وفارض ترتيبه وإيقاعه هو المنتخب الوطني المغربي، الثامن عالميا، والمنتخب الذي كل المنتخبات تريد ان تواجهه. كره اماميه، لاحظونا ما كملتش، المنتخب الروماني 22 عالميا. حاول بهذا الشكل، تعود مره اخرى إلى خارج الخط الخلفي. كرة كترجع عند بومزو، أمزال
يلعب الكرة ديالو محمد كمال. محمد كمال أمزال، أمزال كيلعب كرة أمامية جميلة جميلة من يوسف جواد، حاول ما أمكن أنه يعتمد على اللمسة لتحويل المسار ديال الكرة. كرة ضاعت، رجعت للمنتخب الروماني. إبعاد الخطورة مباشرة إلى خارج خط جنوب الملعب. صويبة كانت قوية، عملية هجومية، محاولة اللي جات بهذا الشكل بهذه الطريقة، بناء العملية الهجومية. كرة لصالح المنتخب الوطني المغربي. رئيس ريس فني في آخر مطاف مباشرة إلى خارج خط جنوب الملعب. أربعة ديال الأهداف مقابل هدف واحد، نتيجة إيجابية ونتيجة جيدة كتعكس القدرة ديال عناصر المنتخب الوطني المغربي على التأقلم مع أي مقابلة كيفما كانت. بومزو بومزو كيلعب الكرة ديالو جهة اليمنى، محاولة ديال مورو، فرصة ضائعة ضائعة مادام أنه اللاعب الروماني كان في المكان المناسب حصر الكرة. رئيس دريس فني أمثال بومزو بومزو كيلعب شباب محمدية، عملية ديال المرور. رئيس دريس فني، رئيس 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 محاولة ما كملاتش، تموضوع ديال الدفاع. ممتاز ممتاز أمثال ممتاز أمثال ممتاز ما فعله إسماعيل أمثال، لاعب صقر أكادير على الصورة، تمكن من إيقاف الكرة الماضية وفي آخر المطاف في وضعية كانت فيها صعبة، يعني حصل على تماس كرة مغربية جهة اليمنى الآن في الوسط، عملية هجومية، فرصة 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 ديال الهدف. أوه كانت ذكية كانت جيدة ولكن ما كملاتش، إنهاء الكرة ما كانش بالشكل المناسب. محاولة مرة أخرى لصالح المنتخب الوطني المغربي، وهدف هدف خامس هدف خامس بطريقة جميلة من لاعب أنس دحاني لاعب شباب محمدية. هذا هو الأسلوب، هذه الطريقة اللي يرغب فيها المدرب هشام تكيك. خمسة ديال الأهداف مقابل هدف واحد، يأتي هدف من جانب اللاعب أنس دحاني. كرة لصالح المنتخب الوطني المغربي مرة أخرى. خمسة ديال الأهداف مقابل هدف واحد، نتيجة مهمة، انطلاقة هجومية. كرة مغربية، بومزو جهة اليمنى، الرئيس بومزو، أمزل أمزل يصوب، الحارس مكان مناسب، حارس مكان مناسب. مجهودات ديال كل اللاعبين صراحة تتكلل بنتيجة مرضية بأداء قوي. لاحظوا هنا كرة لعبات، هذه كانت خطيرة، هذه كانت خطيرة مباشرة إلى خارج الخط الجانبي الملعب، ارتقمت بالعارضة الأفقية، كانت من أبرز المحاولات اللي كان بالإمكان أنها تكون في المرمى. عملية من جديد لصالح المنتخب الوطني المغربي، تمريرة مباشرة في اتجاه تماس، تماس استعداد للتنفيذ من جانب من غادي يكون هناك تغييرات، تغييرات الآن غنشوفوا مسرار بوريط يوسف جواد
هذه محاولة، كرة في خط الوسط، عملية هجومية، محاولة من المحاولات الهجومية اللي كتجي من جانب المنتخب الوطني المغربي، ما كملاتش بالشكل المناسب. غادي نشوفوا هنا الاندفاع المستمر من جانب المنتخب الوطني المغربي اللي كيخلي المنتخب الروماني انه يرجع للخلف. 11 دقيقة على نهاية الشوط الثاني. 11 دقيقة لا زال الإصرار مستمر من جانب عناصر المنتخب الوطني المغربي. كرة مغربية يوسف جواد، عملية ديال الحصر. دفاع المتقدم مهم جدا لأنه اللاعبين كيخليو الخصوم ديالهم أنهم يعني يتقدموا ويبقوا دائما في الخلف. كرة رومانية، انسلال ديال لاعب واحد غير مؤثر. نشوفوا هنا المحاولة مرة أخرى، انطلاقة من جديد لصالح المنتخب الوطني. بوريت نشوف هنا محاولة مرة أخرى لصالح المنتخب الوطني المغربي. يوسف جواد، هذه فرصة ولكن ما كملتش. آخر 10 دقائق على نهاية الشوط الثاني من عمر هذه المواجهة. المنتخب الوطني المغربي متقدم في هذه المباراة بنتيجة إيجابية وتترك الانطباع الجيد على مدى قوة كرة القدم داخل القاعة بالنسبة للعناصر الوطنية. كرة إذن ملعوبة بهذا الشكل مباشرة إلى خارج خط الخلفية للملعب. عملية هجومية مرة ثانية من جانب عناصر المنتخب الوطني المغربي عن طريق بوريت. بوريت يلعب الكرة طريقة ذكية لمحمد كمال. محمد كمال يحاول يمرر، ما مررش بالشكل المناسب. رجعت مرة أخرى مسرار 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 لبوريت. بوريت لمحمد كمال، تمريرة جميلة جميلة. مسرير كان بإمكانه أن يستثمر الكرة الماضية، صراحة لعب الكرة بشكل ممتاز، كان بإمكانه أنه يوضع في المرمى. نشوف هنا المحاولة، الطريقة اللي جات من خلالها التمرير ديال محمد كمال، ومسرير مشى انزلق بالشكل المطلوب ولكن الكرة ديالو ما مشاش صوب المرمى. كرة في تماس لصالح المنتخب الروماني. بناء العملية الهجومية الآن، رومانيا إلى خارج الخط الخلفي للملعب. كرة من جديد مباشرة إلى خارج الخط الجانبي للملعب. مرة أخرى انطلاقة جميلة. مسلام مسلام كينطلق الكرة ديالو، محاولة جهة اليسرى، عرض رائع جدا كادت أن تكتمل بالشكل المناسب. يصفق ويدعم عناصر المنتخب الوطني المغربي ما دام العميد، نعم هو العميد مسلام، رفع الكرة بهذه الكيفية وبهذه الشكلة. إشراك أنس دحاني، هذا أنس رقم 5 اللي قام بالتغطية المتقدمة. 9 دقائق 34 او 33 ثانيه، لم يتبقى الكثير لسد الستار على تفاصيل هذه الجوله. كره اماميه مباشره الى خارج الخط الخلفي للملعب. الاصرار
البحث عن الحلول. تمريرة محاولة مباشرة إلى خارج خط الخلفي للملعب. إلى خارج الخط الخلفي للملعب. شوفوا هنا عملية الهجومية. المحاولة التي تأتي بهذا الشكل. دكيك يبحث عن الحلول. كرة تنفذ مرة أخرى لصالح المنتخب الروماني. رجوع للخلف بشكل كبير المنتخب الروماني نظرا لقوة العناصر الوطنية، السرعة، بناء العمليات الهجومية، وأيضا حتى في كسر هكذا الحملات الهجومية. كرة في خط الوسط. خطأ كيقول الحكم خطأ روماني. قد يكون هنالك تغيير. عملية هجومية للمنتخب الروماني اللي ما حصلوش على كرة بشكل كبير في هذا الشوط الثاني. 8 دقائق متبقية. عملية هجومية. كرة لبومزو، بومزو، بومزو حافظ على كورتو، طلب مساندة. هذه ممتازة، كادت أن تقدم المطلوب. نيران صديقة موقع في المقابلة الماضية اللي لعب بومزو كانت ارتطمت به الكرة ودخلت المرمى. اليوم الأمر قد يتغير. نشوفوا من جانب المنتخب. المنتخب اللي محقق الحد ساعة مشوار جيد هو المنتخب الوطني المغربي. 8 دقائق متبقية. 8 دقائق متبقية. كيف سيتم التعامل مع 5 ديال الأهداف مقابل هدف واحد؟ هذه عملية هجومية يظهر على أنها تسير نحو النهاية. مباراة اليوم يظهر على أن المردود يسير نحو النهاية أيضا. عملية من العمليات الهجومية التي تبقى جيدة وجيدة جدا بعد 5 أو بعد 7 أهداف مقابل هدفين. الآن 5 أهداف مقابل هدف واحد. أوه كرة مشلية مغربية عند رئيس. رئيس يلعب الكرة ديالو مع كنية. ساعد كنية. كرة في الخط الجانبي. كرة لصالح المنتخب الروماني. بناء العملية الهجومية من الجهة اليسرى. البحث عن الحلول. هل تأتي الحلول؟ ممتازة هذه. بومزو 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 يحافظ على كورتو. بومزو ينطلق سويبا ولكن هنالك تغطية كترجع مرة أخرى. كرة مستمرة. اعتماد خطة اللاعب طاهر من طرف المنتخب الروماني خلى المرمى انها تكون فارغة. عملية هجومية. انطلاقة مغربية. محاولة أمامية. كرة من جديد من جانب أمزال. أمزال ماذا يفعل؟ لا أعتقد أنه المنتخب الروماني يعني ممكن أنه يلقى أي حلول ما دام أن المنتخب الوطني المغربي غلق كل الزوايا ومنع كل العمليات الهجومية اللي ممكن أن تجي. الخبرة ديال هشام دقيق ظهرت اليوم في المقابلة.
وظهرت ايضا جليا على عناصر المنتخب الوطني المغربي اللي تعاملوا مع المباراه بواحد الشكل جيد. تغيير الان ياتي في صفوف المنتخب الروماني لانه المدرب اعتمد على الخطه ديال اللاعب الطائر باقحام اللاعب رقم 3 فرقات الميدان اللي هو إيسلي ريتشارد. بعد ذلك رجع الحارس الاصلي للمرمى. كره اماميه اذا خارج خط جانبي للملعب لصالح المنتخب الروماني. انطلاقه هجوميه لصالح المنتخب الروماني. بعيدة الجهة اليسرى نشوف هنا المرور ولكن مباشرة التماس. تقريبا 6 دقائق يسدى ستار الجولة الثانية من مباراة اليوم أمام تقدم مغربي واضح وظاهر للجميع. كرة منتخب روماني الجهة اليمنى عليهم ضغط كبير. هذا تابلوك مانيا لاعب بي اس بي أحد الأندية الرومانية رجعت من جديد للمنتخب الروماني اللي بدا كيتحرك نوعا ما للامام. الى ضاعت الكره للمنتخب الروماني نسبه تسجيل هدف فهي كبيره للمنتخب الوطني المغربي لانه ما عندهمش حارس. ما عندهمش حارس. كره من جديد محاوله مستمره فرصه في غياب حارس مرمى امكانيه ديال التصويب. شوفوا بانه الحارس الاساسي مغادر. لعبوا اللاعب رقم 3 اللي هو إيسلي ريتشارد. كامل الامكان انها تكون في المرمى. اختار التصويب على العموم. واحدة من المحاولات واحدة من الفرص. كرة الجهة اليسرى متابعة والمواكبة ل مباراة المنتخب الوطني المغربي. كما قلت نحن في معلمة ريادية جيدة ومعسكر لكل المنتخبات. كرة ممتازة. منتخب أقل من 17 سنة ومنتخبات أخرى كلها بشغف وكلها برغبة من أجل تحقيق تمثيلية جيدة أمام الانتعاش المهمة على المستوى الرياضي للرياضة الوطنية والتقدم اللي كنشوفوه يعني بشكل ملفت ورائع. نشوف هنا هذه العملية الهجومية. نشوف هنا هذه المحاولة. مسرار يلعب كرة بومزو ماذا يفعل؟ رئيس يصوب والحارس يتدخل. هذا الحارس تونيتسا بيتريتشور حارس مرمى جالاكسي احد الانديه الرومانيه. كان ضربه جزاء حكم تغاضى عن الاعلان عن ذلك ومع ذلك تستمر بعمليه الهجوميه. مره اخرى عمليه هجوميه محاوله فرصه لتسجيل مباشرة إلى خارج خط الخلفي للملعب. مازال كان يريد تصويب ولكن ارتأى أن يقوم بتمريرة. هذه عملية هجومية مغربية جيدة. لعبت بهذه الشاكلة 4 دقائق متبقية على نهاية تفاصيل الشوط. الشوط الثاني من عمر هذه المقابلة. حاولات صويبة. على مستوى خط الوسط. رجعت من جديد مغربية. تحضير. إمكانية ديال التصويب ومباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب. المنتخب الروماني بتمريرات قصيرة ولكن ما كملتش. 4 دقائق يوزدر الستار. نذكر النتيجة 5 ديال الأهداف مقابل هدف واحد.
محمد كمال، عثمان بومزو، دريس رايس فني، يوسف جواد، وايضا انس دحاني هما اللاعبين اللي تمكنوا من التسجيل في هذه المباراه. كره كانت جيده، محاولات يعني مستمره بهذا الشكل يعني، وهذا كيأكد على انه فعلا هذه عملية هجومية. لاحظوا هنا فرصة من الجهة اليسرى، رئيس فني منتخب روماني كينطلق ولكن ضايع الكرة. إذن نقترب من نهاية هذه المواجهة، 3 دقائق متبقية، انتصار آخر لعناصر المنتخب الوطني المغربي، واضح من خلال الأسلوب اللي كيقدموا في هذه المواجهة، وأيضا الطريقة اللي كيحاور بها الخصوم ديالو كيف ما بغاو يكونوا. واجهنا العديد من المنتخبات المتقدمه المتفوقه، فدائما العناصر الوطنيه بقدره على التعامل الايجابي والتاقلم مع كل مقابله، بالتالي فرض السيطره. اذا غادي نتابعوا الان تمريره لرئيس فني، رئيس فني يستلم كينزل الكره ديالو، رئيس فني تمريره محاوله مرت الى خارج الخط الجانبي للملعب مع تقدم ديال اللاعب مسرار اللي حاول ما امكن انه يعتمد على الكره ديالو بشكل افضل. هذه تمريره اماميه، لاحظوا الضغط اللي كيفرضوه عناصر المنتخب الوطني المغربي على حامل الكره ديال المنتخب الروماني، ولا مجال للمرور بشكل سهل. وتألق الحارس، تألق الحارس عبد الكريم نبيا، عبد الكريم نبيا اللي قام بالتدخل وإزاحة الخطر، حارس مرمى صقر أكادير. كرة للمنتخب الروماني، آخر 3 دقائق، المنتخب الروماني يغامر مرة أخرى ويبحث عن لاعب طائر للزيادة العددية وأيضا للضغط أكثر على المعترك ديال المنتخب الوطني المغربي. إذا خرجوا الحارس اللي هو تونينسا بيتريتشور، وتم ادخال لاعب ايزلي ريتشارد. ضياع الكره للمنتخب الروماني، مهم 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 الان مثل هذه اللقطه، هذه عمليه هجوميه ممكن انها تجي من جانب عناصر المنتخب الوطني، تنفذ اماميه ولكن مباشره الى خارج الخط الخلفي للملعب، لان هنالك العوده السريعه ديال اللاعب رقم 18 اللي هو سابلوك مانيا اللي حاول ما امكن انه يقوم بالتغطيه. كرة من جديد مباشرة إلى خارج الخط الجانبي، كرة المنتخب الروماني مباشرة إلى خارج الخط الجانبي أن لصالح المنتخب الوطني المغربي. محاولة لصالح المنتخب الوطني المغربي الآن على مستوى الدفاع، دقيقة 47 ثانية، لاحظوا المترابطات الصغيرة. عملية هجومية وتمريرة جميلة من يوسف جواد لإدريس رئيس فني، رئيس فني، رئيس فني، رئيس فني، ماذا يفعل؟ والهدف، هدف مهم من إدريس رئيس فني بطريقة فنية، يسجل الهدف السادس، 6 ديال الأهداف مقابل هدف واحد
نتيجة جيدة جيدة جدا. وراح كنشوفوا المدرب ديال المنتخب الوطني المغربي هشام بتكيك كيفاش انه يتابع وكيف انه كتحس بانه مرتاح بهذا الشيء، انه الطريقه اللي جا من خلالها الهدف ديال ادريس رئيس فني، فيها مهاره فنيه في ايضا اسلوب ديالو. بالتالي 6 ديال الاهداف مقابل هدف واحد هي النتيجه المسجله لحد الساعه. عملية هجومية سريعة، محاولة ادريس رئيس فني، كان بالامكان انه يسجل هدف سابع، كان بالامكان انه يسجل هدف سابع على غرار المباراة الماضية. كرة للمنتخب الروماني جهة اليمنى، اخر ثواني لم يتبقى الكثير، رجعت من جديد لعناصر المنتخب الروماني اللي كيحاولوا يضغطوا في الخط الامامي، وانقاذ الموقف من يوسف جواد، انقاذ الموقف من يوسف جواد في المكان المناسب، يبعد الخطر من اقدام اندريس او اندري لويس ساسي، لاعب اللي محترف بالتشيك اللي كان قريب من الكره الماضيه. نشوفوا هنا الحكم كيطلب من اللاعب انه ينزل الكره، تنفيذ تنفذ، عملية هجومية، انطلاقة مرة أخرى على مستوى الخط الأمامي وتصويبة مباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب. آخر وقت مستقطع ممكن أن نتابعه في مباراة اليوم، لأنه على ما يبدو المنتخب الروماني يسير لهزيمة ثانية، متبقي من الوقت 28 ثانية فقط، تالي يسدل الستار. هنا حوار ما بين المدرب واللاعبين، اكيد انه هنالك الرضا على الاداء ديال مجمل اللاعبين وما قدموه في هذه المقابله، وهنالك ايضا تحفيز لهذه العناصر الشابه التي قدمت مشوارا رائعا وجيدا. فهنيئا لنا بهذا المنتخب، وهنيئا لنا بهذا المدرب، وهنيئا ايضا لكره القدم داخل القاعه بمنتخب يعني بكل مكوناته، يعني لا لاعبين لا مدربين لا اطر لا مسيرين، يعني صراحه المنتخب قدم ظهور رائع جيد. انتصار في المقابله الاولى ب 7 اهداف مقابل هدفين، والمقابله الثانيه على بعد 28 ثانيه يسير لسد الستار بهدف 6 الاهداف مقابل هدف واحد، تالي ثاني انتصار يحققه المنتخب الوطني المغربي في هذه المنافسه. اذا اخر 27 ثانيه، كره ملعوبه الان، تحضير امكانيه للبناء العمليه الهجوميه، البحث عن الحل للانطلاقه على مستوى الخط الامامي، كترجع مره اخرى لصالح المنتخب الوطني المغربي مباشره الى خارج الخط الجانبي للملعب. كره تصبح مغربيه، امزال كينطلق بالكره ديالو، انطلاقه هجوميه، محاوله فرصه فرصه فرصه، امكانيه التسجيل، وهنالك تصدي، رجعت مره اخرى مغربيه كان بالامكان الاستفاده منها، ولكن غادرت الى اخر الخط الخلفي للملعب. 7 ثواني يسدل الستار، ينتهي مشوار مباراه اليوم. هنيئا للمنتخب الوطني المغربي بانتصار ثاني، مقابله وديه نعم، ولكن مقابله مهمه على مستوى التصنيف الدولي، ربح النقاط امام منتخب قوي من المنتخبات القويه على المستوى العالمي، وايضا كامل التوفيق لمشوار المنتخب الوطني المغربي داخل القاعه على مستوى التصفيات وعلى مستوى المنافسات الخاصه بكاس الامم الافريقيه. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المعاينه والمتابعه، نلقاكم في قادم المواعيد الرياضيه. محمد العدالي يحييكم في لقاء قريب ان شاء الله، الى اللقاء.